التفريق بين القول الذي فيه بيان الحق ويجب أن يظهر، وبين القول الذي يكون فيه تحريش وفيه تفرقة للأمة بالباطل. وأكثر الناس الآن، لأنهم منهم جبان، منهم جاهل، منهم ضعيف، منهم لمصالح معينة، الآن يبدأ يقول لك لا تشعل الفتنة. لماذا بعث الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء وذكر في كتابه الملاحم التي كانت بينهم وبين أقوامهم واعتداء أقوامهم عليهم وجهاد الأنبياء لأقوامهم؟ اقرأ في القرآن كثير من السور تبين هذه الأحوال، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه كفاية. قالوا كفر آباءنا، سفه أحلامنا. وكثير من المشايخ يستخدمون هذا تلبيسا من الشيطان، جبنا لمصالح لأي غرض. بالنهاية هذا كلام خطأ، يجب التفريق بين القول الذي يجب إظهاره والمجاهدة من أجل بيان الحق، وبين القول الذي يترتب عليه مفاسد لا يأمر بها الشرع وينهى عنها ويكون فيها تفرقة لا يريدها الشارع، لأن هناك تفرقة يريدها الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال المجوس قدرية هذه الأمة، المجوس قدرية هذه الأمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ستفترق فيه الأمة من أجل أن يبين أن هؤلاء على الحق وأن هؤلاء خالفوهم.